جود الأمين العام للاتحاد العام العمومي. والسلام على أشرف المرسلين. الصحة والسلامة في الجزائرية حول تجلى الاهتمام الذي توليه الدولة للحفاظ على الصحة وأمن العمال في أوساط العمل، لا سيما من خلال استحداث جهاز يتكفل بالتعويض عن البطالة الناجم عن سوء الأحوال الجوية لقطاع البناء والشغال العمومية والري، سواء بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية أو ارتفاع درجات الحرارة. وعلى سبيل المثال، فقد سجلت مصالح صندوق كاكوبات توقف 1714 ورشة عن العمل بسبب ارتفاع درجة الحرارة منذ سنة 2016، نتج عنها تعويض 28623 عامل. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، تحرص الحكومة على جعل الوقاية والسلامة وحماية العمال في أماكن العمل ضمن أولوياتها من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج التي تشمل التكوين والإرشاد والبحث في مجال السلامة والصحة المهنيتين. إننا ندرك تماماً مسؤوليتنا الجماعية لحماية صحة عمالنا، وهذا يتطلب منا عملاً منسقاً على جميع المستويات، وكذا التعامل الوثيق مع أرباب العمل المطالبين بتحسين بيئة العمل والعمال كقوة عاملة ومنظمات المجتمع المدني. وبغية تحسين ظروف ممارسة طب العمل، أبرزت وزارة الصحة من خلال اللجنة الوطنية لطب العمل وبالتعاون مع وزارة العمل، وفي هذا المجال لا يسعني إلا أن أشكر السيد وزير العمل على الاهتمام البالغ الذي يوليه إلى هذا المجال الهام الخاص بصحة العمال، والتي تتمثل في الجوانب التالية: تحديث النظام التنظيمي الحالي، ثانيا تطوير المعرفة بالمخاطر والأخطار وحالات التعرض في مكان العمل، إعداد خارطة للأخطار المهنية للتمكين من تحديد الإجراءات الوقائية ذات الأولوية، وفي الأخير رقمنة طب العمل. وفي مواجهة تحديات تغير المناخ، تعمل وزارة البيئة والطاقات المتجددة على إعداد وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة التغيرات المناخية، والتي لا تهدف فقط إلى تخفيف الانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمساهمة في الجهود العالمية من الحد من التغيرات المناخية وتثبيت هذا الاحترار، ولكن أيضاً لإعداد تكيفنا مع هذه الظاهرة المناخية في جميع القطاعات الوزارية.